فكرة طرح أطول كيب في العالم دخل مجموعة جينيس بوك. فأنا بدي أشكر الفانز يلي يمكن بكل خطوة من خطواتي هن اللي بتوجيني بصف بقلبهم أمامي. بتمنى أني أنا أكون مستحقة الصراحة. صراحة أنا بحب توقع يعني الوقع بالاستقبال الإعلامي عبر يوتيوب باللي حققته يكون أكبر بكتير. بس أنا تعودت من بداياتي أنه ما تكون الأغنية الأسرع في استقطاب الأعداد الكبيرة من المشاهدات أو السمع إلى آخره لحتى تكون حقيقية وتكون فعالة على مدى السنين. لأنه لما منقدم عمل ما منقدمه ليوم ولا سنة، منقدمه لتاريخنا. فبتمنى أنه بالسنين المقبلة يتحقق. وهذا الشيء يلي كتير أغاني مثلا قبل قدمتها كانت بلشت على البطيء بتبلش تكبر وبتكبر، وهذا بيأكد لي أنه العدد أو الرقم يلي منحصل عليه منه فيك، ما بيكون فيك. والله إلي الشرف كان الفكرة ما وردتني إن شاء الله. وبتمنى أنه على المسرح نقدر نقوم بالخطوة يلي ناطرين الناس. وإن شاء الله الأيام المقبلة إذا كان بعدنا أيام إن شاء الله بيكون في هيك لقاء. صراحة حاملة معي كل قديمة وكل جديدة، بالإضافة لأني دايما بصوتي لما بوصل على المغرب في أغنية ما بستغرب لولا الشمس بتشرق من مغربها، بقدمها من قلبي لكل جمهور المغربي الحبيب. وبصراحة قدمت أغنية لأنه بيجي من لبنان حامل صوتي وبلدي لحتى مثله قدام كل الناس. بتمنى أنه من بعد طول غياب يتحقق الشيء الأفضل دايما بالمغرب الحبيب. وإن شاء الله بالأيام المقبلة نعمل هيك إيقاعات تشتهر فيها بلدنا الثاني المغرب العربي. هو توجني على قلوبهم حبيبة قلوبهم مثل ما هني شوقي إلهم بيزيد لحتى يكون عندي دايما سبب كبير إجي على المغرب من خلاله محبتهم. وأنا تعودت بالمغرب العربي دايما أنه استقبالات الأروع والأجمل في كل المغرب بخصصوني فيها كل فانزاتي ومحبين. شكرا. صراحة ببرنامج Got Talent كان لي نصيب كتير كبير مع كل المشتركين ومع اللجنة الفاضلة اللي كانت معي كمان ببرنامج MBC يلي أخذ رواج كتير كبير واللي ضوى على شخصيتي أكثر حتى من فني، ضوى على شخصية مختلفة للناس وقربتني من الناس. بتمنى أنه هالبرنامج يضل مستمر لحد الآن، ما طرح علينا بعد أنه في له تكملة إن شاء الله قريبا. وإذا في برنامج تاني بناسب شخصيتي كمان، لأنه أنا بحب دايما شخصيتي تكون لو شوي تقدر تضيف على البرنامج اللي بدي يكون فيه، بتمنى أني أخذ هالتجربة لأنه كانت تجربة بالنسبة لي رائعة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.